للمزيد في هذا الشأن ينضم إلي عبر الهاتف النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. سيادة النائب، أهلا بك معنا على شاشة أونلايف. توصف بأنها الموازنة الأضخم في التاريخ الاقتصادي المصري. وزير المالية عمرو الجرحي قال في تصريحات منذ أيام أنه هذه الموازنة تشهد ارتفاعا غير مسبوق للدين العام. هناك زيادة في المصروفات، زيادة في نسبة الدعم مقارنة بموازنة العام الماضي. هناك أيضا مجموعة من العوامل التي تؤثر بالسلب على ارتفاع بند المصروفات في هذه الموازنة. كيف تبدو كل هذه المعطيات في ضوء إقرار مجلس النواب لهذه الموازنة 2018-2019؟ أهلا وسهلا فندم. الموازنة دي يعني تقدري حضرتك تقولي عليها يعني موازنة دعم الفئات الأولى بالحماية، لأن 25% تقريبا منها موجه للدعم. ده بخلاف الحزمة اللي تم توجيهها للمعاشات ولمرتبات الموظفين، واللي بتدي كل موظف في مصر حد أدنى في العلاوة 300 جنيه شهريا. الحد الأدنى لإجمالي العلاوات اللي قررت في هذه الموازنة لأقل موظف في مصر هو 300 جنيه، والباقي بعد كده في اكتر من كده كمان. طيب مهندس ياسر، دوما يتحدثون عن انه اي اصلاح حكومي، اي بنود اضافيه لها علاقه بالمصروفات، لابد ان يكون هناك ايضا مقابل لها في الايرادات. اصلاح منظومه الضرائب والجمارك هي مشروع تعمل عليه وزاره الماليه، وعرضته على رئيس الجمهوريه منذ ايام، وهي تستهدف إلى زيادة الموارد الضريبية، ليس عن طريق زيادة الرسوم ولكن عن طريق زيادة الشريحة المستهدفة ومكافحة المتهربين. أيضا كيف تنظرون إلى هذا البند أنتم في لجنة الخطة والموازنة؟ يعني أنا يعني أولا أحب يعني أطمن أي مستثمر في مصر إن إحنا في الوقت الحالي يعني مفيش زيادة في ضرائب على أي حد، واحنا عندنا استقرار ضريبي وهيستمر هذا الاستقرار. لكن في تحسين في كفاءة الأداء لموظفي مصلحة الضرائب لتحصيل المبالغ من المتأخرين أو المتهربين، عشان الأمور تبقى واضحة. وفعلا المستهدف من الضرائب في الموازنة بتاعت العام القادم يعني يزيد أكثر من 25% عن موازنة العام الحالي. وزي ما حضرتك قلت في التقرير، السيد رئيس الجمهورية بيتابع مع وزير المالية بصفة مستمرة كيفية تحسين الأداء في مصلحة الضرائب. طيب مهندس ياسر، أيضا الإصلاح الإداري واحد من أهم الخطوات التي لابد أن تترافق مع الإصلاح الحكومي والإصلاح الاقتصادي. إلى أي مدى الإصلاح الإداري قد يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في موضوع ترشيد الموازنة وحسن استخدام الموارد؟ بص حضرتك، الإصلاح الإداري بدأ بالنسبة لنا كنواب تشريعيا بقانون الخدمة المدنية. حسن تطبيق قانون الخدمة المدنية من الحكومة هيؤدي على المدى المتوسط على إصلاح لهذا الجهاز الإداري. احنا من ضمن التوصيات بتاعتنا في تقرير لجنة الخطة كان ان نستفيد بطاقات الموظفين اللي موجودة عندنا في الجهاز الإداري عن طريق تدريب تحويلي للاستفادة فيهم في جهات أخرى. وكمثال مثلا مصلحة الجمارك كانت محتاجة موظفين، ما عندناش تعريف في الوقت الحالي، عملت مسابقة وفتحت باب الانتدابات من جهات حكومية أخرى لمصلحة الجمارك. نفس الكلام في مصلحة الضرائب وفي التأمينات الاجتماعية. الكلام ده كله أنا موظف في حتة ما بنتجش وجات لي فرصة إن أنا أنتقل لأحد هذه الجهات، بيتعمل لي تدريب تحويلي وبشتغل في الجهة دي اللي هي فيها عجز عمالة ومحتاجة هذه العمالة، وده نوع من الاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة عندنا واللي مضخم بيها الجهاز الإداري. وفي نفس الوقت برضو عشان يعني ننهي الإشاعات اللي طالعة، لا استغناء عن موظف واحد في الدولة، جميع موظفين الدولة باقيين،
لكن سوف يستفيد بالطاقات بتاعتهم في الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها. طيب سيادة النائب، من المهم تقديم خدمات تليق بأدمية وكرامة المواطن المصري، هناك إنفاق ممتد من جانب الحكومة على كل المشروعات الخاصة بوحدات الإسكان، الصرف الصحي، مشروعات المياه ومشروعات البناء التحتية، ولكن في المقابل هناك أيضا الجزء الخاص بالتعليم، بالصحة، بالثقافة، وأمر أكد عليه حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية. لماذا دوما هناك انتقادات تواجه إلى البنود المخصصة والأرقام المخصصة لحساب الموازنة الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي أيضا، في مقابل بنود أخرى هي مهمة ولكن هناك ضرورة إلى النظر للبنود الأخرى الخاصة بالصحة والتعليم؟ بص حضرتك، الصحة والتعليم علشان الدستور تناولهم بنسب معينة، فدائما الحديث عن المبالغ المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي. اللي أطمنك ليه إن جميع موازنات السنتين اللي فاتوا والسنة الجاية النسب الدستورية مستوفاة بالكامل، ولا يجرؤ عضو في مجلس النواب أن يخالف الدستور. لكن إحنا محتاجين في الصحة والتعليم مبالغ أكتر من هذه النسب الدستورية، وهي دي اللي كانوا بيطالبوا بيها السنة دي، وتم توفير المتاح للبدء في الرؤية الجديدة للتعليم كما شرحها لنا السيد وزير التعليم. لم نتمكن من توفير المبالغ بالكامل، لكن وفرنا له المبالغ التي تمكنه من البدء في هذه الرؤية خلال العام المالي القادم، وجاري استكمال باقي هذه المبالغ من موارد أخرى، وحطيناها في تقرير اللجنة بتاعت الخطة والموازنة، وهذه الموارد من ناتج الإيرادات اللي هتيجي من استرداد أراضي الدولة طبقا للقانون 144. نعم، أشكرك سيادة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف.